اه بيسايس نفسه الدكتور. في هو عمر كان بيضحكنا في الفصل، بيقول لك واحد يجي يقول له خد ملح وخد، يعني الصح ايه؟ اه الناس طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. هو احنا في حاجه اسمها المضاعفات الحاده للسكر. المضاعفات الحاده للسكر دي اشهرها حاجتين، غيبوبه زياده سكر وغيبوبه نقص السكر. طبعا نقص السكر ليه اعراض مبدئيه بتحدث قبل لا قدر الله دخول في الغيبوبه، ايه بقى؟ بيبتدي يحس ان هو هبطان قوي، رعشه، زغلله في العينين، عرق، تنميل في الوش، عدم يعني عدم استقرار كده، عصبيه. في بعض الحالات لو زادت شويه بتيجي ممكن يبقى عصبي قوي او يزعق او يحصل تشنجات في بعض الاحيان. الاعراض دي قد تحدث قبل دخول الغيبوبه. ضربات القلب سريعه قوي وقويه. يعني يا زياده قوي يا وطوء لا قوي، ده اللي احنا بنتكلم النقص، في النقص، احنا في اعراض النقص النقص. ساعتها يعمل هنا ايه؟ بياخد سكر؟ ساعتها ملهاش الشخص اللي عنده مربى. سكر نفسه لازم يكون عنده وعي الاول ان هو يلحق نفسه، بيلحق نفسه بنص كوبايه مشروب سكري. بيفضل دايما مشروب سكري اكتر من الحاجات التانية. المشروب السكري ده ممكن يبقى عصير عادي او 4 معالق سكر في نص كوبايه ميه او مياه غازيه اللي هي المفروض نبتعد عنها في الواقع، يعني احنا بنستخدمها في أو الحاله دي. معلقة مربى، معلقة عسل، بيفضل دايما المشروب. لا المشروب لأنه المشروب أسرع. يمتص بسرعة جدا ويعلي لي السكر بسرعة جدا. أوكي حلو ده. طب هو بيشعر بنفسه إن هو ده ناقص ولا زايد؟ المفروض ان اغلب اللي عندهم سكر بيشعروا بالاعراض دي، ولكن في بعض الاحيان نتيجة لوجود السكر لفترات طويلة قوي ممكن ما يبتدي ما يحسش بالاعراض دي. او في كبار السن، كبار السن ممكن قوي ما يحسوش بالاعراض دي ونبص نلاقيهم دخلوا في الغيبوبة على طول.